كابتن علي الزيني فريق منتخب مصر للتأديف بارالمبيك تصنيف بي ار 3 ومن مؤهلين لأولمبياد باريس 2024 ومصنف رابع عالم والحمد لله يعني ورابع عالم برضو على مستوى البارالمبيك من مصاب العمليات الحربية والحمد لله ربنا كرمنا رجعنا نلعب تأديف تاني ومن أهالي بورسعيد يعني وبورفؤاد وربنا يكرمنا إن شاء الله ونعمل حاجة إن شاء الله في أولمبياد باريس وإن شاء الله نقدر نرفع علم مصر زي ما رفعناه في بطولة أفريقيا وتأهلنا منها. تكريم أبطالنا في هذا اليوم قبل بقى الحفل الفني الجميل اللي جاي لنا طيب فيه طيب. فرقة ال- ال- يعني الاشتراك في الرياضة والإرادة جدا والله هو قصة إن أنت ترجع تلعب رياضة تاني هي محتاجة إلا ما هي إلا إرادة إن يعني أنت يكون عندك ميشن في حياتك عشان تقدر تكون مكمل فيها لحد الآخر. أنت لما بيبقى عندك حاجة حلم أنت بتبدأ تحارب عشانه فربنا عز وجل بيقول لك وكل اعماله فصار الله عملك لكن انت تقعد وتتمنى وتقول انا عايز اعمل واعمل عمرك ما هتعرف تعمل حاجه ولكن يبقى عندك حلم في حياتك عشان تعرف تعمله هو ده الهدف الاساسي في حياتك ان انت تفضل بطل فيه فربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي ونقدر نكمل نبقى احسن واحسن واحسن. شكرا جزيلا. العفو يا فندم جدا وشرفتني الله يخليك. واحد من الابطال ليس فقط على المستوى الرياضي بل ايضا على المستوى الوطن. واحد ضحى من اجل مصر من اجل شعب مصر وهو تحدى اصابته وتحدى كل الظروف لكي يصبح بطلا واستحق كل التكريم من الجميع ومنهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكريمه بصفة يعني شخصية لهذا البطل اللي اكيد كلنا بنرحب بيه وبنفتخر بانتمائه لنادي بورفؤاد منذ ما كان يعني طفل من هو صغير جناح نادي بورفؤاد وتمرس في التهديف ووصل لكي يصبح بطل اولمبي ان شاء الله وهو بطلنا علي الزيني. البطل الرائد علي الزيني من قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء والبطل الدولي بالتجديف الحاصل على المركز الأول بالبطولة العربية وأيضا المركز الأول والميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية والمركز الرابع عالميا والإنجاز التاريخي بتأهله لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024. بطلنا الثاني ايضا اللي موجود معانا في فريق التجديف طبعا نامور الكبار واللي قدر ان هو يوصل بكفاءة واكتبار ايضا لأولمبياد باريس 2024 وزي ما قلت في البداية لأول مرة في تاريخ بورسعيد يمثل بورسعيد بطل في الأولمبياد في هذه اللعبة وهو بطلنا محمد بيطر.